والله الناس تعبانة، الناس تعبانة يعني لا علاج لا بيئة لا صح. الضريبة تدفع النساء والأطفال. بينما تستمر آلة الحرب في السودان بالدوران حاصدة بفوهات مدافعها أرواح المدنيين شمالا وجنوبا، وجد النازحون ممن فروا بحياتهم من جحيم الحرب أنفسهم وذويهم ثريسة لما تبقى مما يمكن أن يطلق عليه حياة افتقدت لأدنى أساسيات الحياة. وفيما تتجول كاميرا العربية في أنحاء السودان، وجد النازحون فيها وفي شاشتها المتنفس الوحيد لهم لتوجيه صرختهم للعالم لرواية ما يعيشونه من أهوال في ظل الحرب، عسى أن يجدوا من يسمع أصواتهم. والله عانينا، عانينا من حاجات كثيرة، من البيئة يعني البيئة ما صالحة، الوضع اللي احنا عايشينه. والله الناس تعبانة، الناس تعبانة لا علاج. أول حاجة المستشفيات واقفة، الحاجة الإنسان بيأكلها ذاته يعني ما في، وغير كده العربات ذاتها الزمان بتطلع برا عشان ما تجيب البضاعة دي الوقود ذاته ما في عشان ما تطلع عشان تجيب الحاجات دي للناس. الناس بقت محصورة، كل ناس محصورة في مناطقها يعني لا علاج لا بيئة لا صح. الرجال ليسوا وحدهم من يدفعون ضريبة هذه الحرب، بل ومن قبلهم النساء والأطفال الذين تجرعوا مرارتها رويدا رويدا. الضريبة تدفع النساء والأطفال، دير أكثر شريحتين هم يتأثروا بالحروبات دي، وأكثر شريحة الأطفال، لأنهم أول حاجة أطفال بيتأثروا بالوضع الحاصل. يعني الناس تعب الشرير، يعني ظروف دي زول يعني ما بيقدر يخلي طفله يطلع من البيت لأنه كان في ضريب، كان في يعني مخاوف. حتى ذو الاحتياجات الخاصة لم يسلموا أبدا من ويلات هذه الحرب، وربما لم يرأف لحالهم أحد، ولم تنظر لهم فوهات البنادق بعين الرحمة، حتى إن نزح وفر بعضهم من المناطق المشتعلة بالقتال، بقي منهم مئات الآلاف ما زالوا موجودين ويعانون. الأعداد اللي قدرت هي تطلع من الخرطوم اللي هي منطقة النزاع الأول، هي دي أعداد بسيطة جديد، مئات يعني. سيبجيبون لك الموجودين كانوا في مدرسة في مدني ومشوا بعض الولايات الثانية، دي المئات. الخرطوم دي فيها فوق للثلاثة مليون وربعمية معاق، وده إحصاء ذاته ما دقيق، ده إحصاء إحنا كان عملناه مجموعة بتاع ناشطين في 2019. المعاقين أغلبيتهم هم يحتاجون إلى معينات، منها السماعات والعصي والمشايات والعجلات، فدائما المعاقين هم يحتاجوا إلى بيئة صديقة وإمكانية وصول جيدة. نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وخروج المستشفيات عن الخدمة باتت جميعها أشباحا تلاحق النازحين، ولا تقل ضراوة في وحشيتها عن الأسلحة الفتاكة، خاصة المصابين وأصحاب الأمراض الخبيثة. جينا نازحين من أجل الحرب دي، فلنا تقريبا حوالي 20 يوم كده بالضبط. جينا عندنا الواد محمد ده أيان طبعا عنده الأنيميا المنجلية دي، ف بنقول له دم وبنغير له دم في نفس الوقت، يعني كله بعد 6 شهور بنغير له، وكل شهر بغير له بقزازة. خلينا علاج في بالسودان ومشينا الإيطالي أدونا علاج، لكن بس شنو العلاج؟ أدونا الزنك ده والهيدروكسيوريا، بدأت تعمل له احمرار في عيونه وبشكله من صداع، لأنه ما غيروا له، مفتر كان يغيروا لنا احنا ما تمينا 6 شهور. يصير يغيروا له دمه ويده، قاموا أدوه قبل ما يغيروا له.